I gave you my heart. واش الاسران؟ السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير. الا كنتي انت اولا انت اول مره تدخل القناه دير لايك سبسكرايب. يلا نبداو الفيديو. فيديو ديال اليوم شتونا في كاين في الجبل. هاد الخرجه ديال اليوم جاتني على غفله صراحه، ما كنتش معود عليها. حتى البارح في الليل جاني الصديق ديالي قال لنا خرجوا هذا صافي درنا بروغرام. اليوم في الصباح خرجنا وانا كاين دابا سد خويله. مرحبا بكم في سد خويله كما كتشوفوا فيها. المهم فلوق ديال اليوم ما عرفناش كيفاش غادي يكون، خليكم معنا في الفيديو وغادي تشوفوا ان شاء الله كيفاش داير هادشي. البلاصه هذه اللي معروفه بسد خويله كيف ما كتشوفوا معنا، هذا هو السد لتحت هنايا. هذا براج كامل تقريبا كاين هنا في واحد البلاصه سميتها سد خويله. المهم بعيد على هواره بالضبط 30 كيلومتر هكاك بالضبط. وصراحه بلاصه زوينه بزاف الاخوان كيف ما كتشوفوا معنا دابا. هذا هو السد كامل راجي من هنايا تقريبا كامل السد هذا تال هنايا وغادي مازال. هذا هو السد ديال الدخيله دا براج كامل. الصراحه هاد الاجواء كامله هنا زوينه كيف ما كتشوفوا الطبيعه. ومرحبا بكم دابا معنا في لتحت ديال الجبل. هذا ماشي السد في كنا قبيله في شفتوا في الفيديو، هذه في بلاصه بعيده على السد بشي 10 كيلومتر تقريبا. السبب ديال الهنديه اللي فاش كانت مرضات ما عالجوهاش بزاف كيف ما كتشوفوها هي خسرات حاليا دابا. و المهم ضاعت تقريبا كامله ضاعت للاسف شديد. ري واحد حطو صافي الاخوان. دابا حنا كاين وسط الواد، الواد ديال هاد البلاصه هادي كيدوز الماء، ولكن دابا حاليا راه ناشف في الواد. الواد بالضبط كاين الحجر. المهم شوفوا الفيديو تاعنا شوفوا دابا ها الواد شوف كيفاش داير. الواد صغير وهذا الاخوان طلعنا دابا الفوق ديال الجبل هنا. ماشي فوق كاع الفوق، انا غير واحد النص تاعو عييت السوفر والو ما بقيتش كنتريني ما والو. عرفتي عيني كيبوق لي بالناس ما نعشتش مزيان البارح خصوصا دابا مع الموطور والباد واللعيبات والمولي ودني ودني وعيني بالبرد ورمت والله الا كان ماشي مشكل الحمد لله على كل حال. المهم كيف ما كتشوفوا معنا هذا هو الجبل والاخوان. الا كيبان لكم شي لعيبات راه هما بحال المدرجات، هذوك هما اللي كنت قريتو في التاريخ في الجغرافية، قريتو في الجغرافية، هذه ديال الزراعة في الجبل، بحال هذه كتكون عبارة بحال شكل ديال الدروج، راه هي هذه كيف ما كتشوفوا فيها حاليا، إلا بانت لكم، ما بانتش لكم راه الشمس ما عرفتش. المهم، عرفتو والله إلا أحسن عوان دوك اللي في الجبل، صراحة كاين طلعة وتبارك الله عليهم، برافو اليوم الليلة برافو، أنا تحركت شوية عييت، الدراري هما سبقوني الفوق، بقيت أنا من تحت أنا في عارك. العيال عيال 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 ري واك واك واحد الخيمة كاينة اخونا تيرا تحت رجليك هوتي لتحت والله ما بقيت نتوقع انا من الله. وواحد الحاجة عجبتني هنا كتلقى الصوت كنسمع الصوت لهيا كيتردد الصوت واحد الصوت اللي رائع كيعطيك الصوت ديالي كتهضر وكيرجع كاين غوطي معرفتش غادي تسمع لكم ولا لا معرفتش بالضبط. واك 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 اخونا شوفوا 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 المنحدر كيفاش داير. المهم الاخوان هنا غنسالي الفيديو ديالنا، انا اللي غنسالي ما بقيتش انا بالكم. غادي نحبس لكم هنا الاخوان، غادي ندير لكم فيديو غنكملو لكم عباره عن سينيماتيك، يعني اي بلاصه مشيت لها غادي ندير فيها فيديو، غادي نخلي لكم سينيماتيك فيديو. بنقول لكم عجبكم فيديو ديروا لايك، ما عجبكم عجبكم فيديو ديروا لايك، ما عجبكمش الفيديو ديروا ديزلايك ديزلايك. خلو شي كومونتير زوين ولا خايب، المهم نتوما تحكموا عليا من المهم نتوما وحكموا في الكومونتيرات. كنت باقي جديد دير سبسكرايب وبارطاجي فيديو مع 20 ديالك. بنقول لكم Peace.